الحكاية في زمن كورونا، في حكاية في حياتنا، كل واحد فينا له حكاية، والحكاية بيبقى ليها جانب مستتر، بس الجانب ده بيبقى الجانب المضيء، الجانب اللي احنا كتير مننا مش بيبقى شايفه. احنا واحنا جوه الحكاية بنبقى مركزين بس على الجانب المظلم ليها، ومش عاجبنا حالنا لاننا ما كناش حاسين بقيمه اللي احنا كنا فيه. بالظبط، زي ما قلت لك ان الانسان لما بتستقر به الاوضاع ويشعر انه ما عادش في حاجه بتهدده، بدا يفقد الاشياء بريقها، يعني ما بقتش الاشياء الانسان بدا يشوفها بنفس العين اللي بيشوف بيها الانسان المشتاق لها. تمام. فلما البني ادم يشتاق لحياته وعودته الى ايامه الاولى، اتفرجي بقى حضرتك انه اذا كنا بنتكلم عن زمن كورونا فهي حاله الاشتياق للي جاي، وبمجرد ما تخلص ان شاء الله الازمه دي هتبص تلاقي كان الناس تندفع ازاي تقدر تعيش حياتها مره تانية بشكل يكون سلس وبشكل مستقر. يعني دكتور طارق، تعتقد ان كتير مننا دلوقتي في ازمه كورونا والحظر والقعده في البيت بيعيد حساباته تاني وبيرتب اوراقه تاني من اول وجديد؟ ده إذا كان عنده وعي إنه التحدي اللي هو فيه ده فرصة حقيقية إنه يبتدي يخطط بشكل أكتر وعي وأكتر نضج للي جاي. تمام. يبتدي يصلح أخطاءه ويبدأ من أول خطأ، اللي هو لما كان جوه البيت ما كانش بيستمع كتير لأولاده أو لزوجته مثلا. في ناس بدأت تتعرف على طبيعة أسرتها لما قعدت في وسطهم، صحيح، استمتع بشخصيات ما كانش بيشوفها، لدرجة ان في احد اصدقائي بيقول لي انا دخلت اوضة ما كنتش بدخلها، انا ما كنتش بلاقي وقت ابص على كل اوض البيت عندي، ابقى انا كنتش بفتح الشباك ابص على الشارع. فبدأ يقول لي انا بقى في اطلالة حلوة عندي من البيت للميدان اللي انا بطل عليه، بدأت اشعر ان انا في مكان ما كانش انا حاسس بيه ولا كنت شايفه. قد كده الواحد لما بيملك الاشياء حضرتك بيزهدها. بالزبط. فما بيشوفش جمالها. دكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية، بشكر حضرتك وبشكر وجودك معانا في ساعة مع نيبال. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. كورونا خلت في حالة جديدة بتحصل عند كل واحد فينا، بدأ يعيد أوراقه تاني ويدور في الدفاتر بتاعته ويبدأ يشوف كل حاجة حواليه بنظرة تانية وبطريقة تانية، بدأ يرتب فكره تاني من أول وجديد. كل حاجة في حياتنا اختلفت، بقينا نقعد مع بعض، بقينا نتفرج مع بعض على التلفزيون، بقينا نتكلم، بقى في علاقة موجودة أسرية بين أفراد الأسرة. مع الراجل بقى بيدخل المطبخ مع مراته وبيساعدها في البيت، بقى قاعد في البيت شايف ولاده وبيته بعد ما معظم الوقت كان بيقضيها على القهاوي والأصحاب وغيره وغيره، وده كان بيعمل مشاكل كتير جوه البيت. كورونا برغم الفزع والهلع اللي هي عاملاه فينا والخوف اللي طبعا كلنا بنبقى قلقانين وخايفين من المرض ومن الوباء والابتلاء اللي موجود، إلا إن هي خلقت روح مختلفة جوانا، خلقت حب للحياة، حسينا بالنعم اللي كانت موجودة في حياتنا ما كناش حاسين بيها. إزاي قاعدين في البيت والشارع قدامنا ومش قادرين نخرج؟ إزاي كل حاجة حوالينا ما بقيناش نعملها زي ما كنا بنعملها في الأول؟ لكن لو ترجمنا ده من الناحية المضيئة ومن الفايدة اللي حصلت في بيوتنا، هنلاقيها إن ليها معاني كبيرة جدا، إن في حاجات كتير حوالينا ونعم كتير ما كناش بنستمتع بيها، منها ولادنا، منها أسرنا، منها بيتنا، ما كناش شايفينهم، ما كانوش في وقتنا ولا في جدولنا. دلوقتي بنتكلم مع بعض في مواضيع، في حكايات
في مساعدة، في قعدة وصينية القهوة، في روح، في حياة رجعت تاني الحياة لبيوتنا. عايزة أقول إن إحنا النهاردة في ساعة مع نبال مش جايين عشان نتكلم عن الخوف والذعر والاحتياطات والقلق من اللي جاي، لأ، جايين نسلط الضوء على الجانب الإيجابي من الوباء، من كورونا، جانب المحبة، جانب ترابط الأسرة، جانب إن إحنا فعلاً السنة دي رغم إن إحنا اتحرمنا من حاجات كتير إلا إننا عايشين رمضان بجد، عايشين روحانيات رمضان بجد. يمكن نكون اتحرمنا إن إحنا نصلي في المساجد واتقفلت المساجد، لكن بيوتنا بقت مساجد، بنصلي في البيت مع أولادنا، بنقعد وبنقرأ القرآن وبنقول الأذكار وبنتجمع. في حاجات كتير كنا افتقدناها، في حاجات كتير راحت مننا، وكنا بنقعد يعني نرجع لورا قوي علشان نفتكرها ونقول ياه لو رجعت تاني. تخيلوا إن الفيروس ده هو السبب إنها ترجع تاني جوه بيوتنا. عايزة أقول إن في حاجة شفتها وحاجة إيجابية في زمن كورونا هتكلم معاكم فيها، بس بعد ما نشوف التقرير ونرجع للحكاية في زمن كورونا. فيروس كورونا المستجد واللي تسبب في هلع وإصابات ووفيات كتيرة على مستوى العالم يومياً، وبرضو كلنا عارفين إنه لحد اللحظة دي لسه ملقوش لعلاج محدد، لكن رب ضارة نافعة. بالرغم من إن فيروس كورونا الوباء الخطير اللي تسبب في تغيير مسار حياتنا الطبيعية في المعيشة والحياة عشان نحافظ على نفسنا من الإجراءات الاحترازية اللي الدولة واخداها حفاظاً على أرواحنا، لكن فيروس كورونا كان له جانب تاني، جانب إيجابي، رجع تاني الحياة والنور من جديد للبيوت المصرية اللي كانت على وشك الانهيار. رجع تاني الحياة والنور والسكينة للبيوت طول الوقت في البيت، وإحنا قاعدين مع بعض بنصلي وبنقرأ القرآن، وده طبعاً الطبيعي في رمضان. لكن رمضان في زمن الكورونا كان مختلف عن كل سنة. رمضان في مصر غير أي بلد في العالم. رمضان في مصر له روحانيات خاصة بتشوفها في شوارعها وبيوتها ومساجدها وموائدها وناسها الطيبين. أيوة، اتلغى موائد الرحمن، لكن المصريين من المصريين ضربوا أعظم الأمثال في التكافل الاجتماعي لشعب في ظل أزمة كورونا. اتوزع آلاف من شنط رمضان وتنافس بين المؤسسات الخيرية لمساعدة الفقير والمحتاج. أيوة، اتقفلت المساجد، لكن بيوتنا نورت بصلاتنا وعبادتنا. رجعت الحياة تاني في بيوتنا من جديد بعد ما كانت شبه مهجورة. المصريين هم المصريين. بالرغم من احتياطات كورونا ما قدروش ما يعلقوش زينة رمضان، ما قدروش ما يفرحوش برمضان، وهي دي صفات المصريين، قدروا يحسوا بالفرحة في زمن كورونا برمضان. النهاردة في ساعة مع نبال عايزين نقول إن ربنا الكريم وضع في بواطن المحن رحمات ومنح،
النهاردة هنتكلم عن رحمات ربنا، رحمات ربنا علينا اللي كسبناها من الابتلاء، من كورونا، من الوباء. كل محنة بيبقى فيها منحة، كل ابتلاء بيبقى فيه هدف منه، هدف ودرس جديد بناخده من أول وجديد، ممكن يغير حياة كل واحد فينا ويبدلها، ورب ضارة نافع. أنا معايا الدكتور شريف أبو فرحة، خبير العلاقات الاجتماعية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيكي، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير. متأهلين يا رب بخير. دكتور شريف، يعني في أزمة كورونا والحكاية في زمن كورونا، نقدر نقول رب ضارة نافعة؟ نقدر نقول إن أكيد الضارة دي نافعة ولله الحمد. احنا في عمليه اعاده تصنيع لحياتنا ولسلوكياتنا وطريقتنا في التعامل، واعتقد ان المكاسب اللي البشريه بتحققها ومجتمعنا بيحققها على فكره تمام من وضع كورونا مكاسب مهمه تحتاج ان احنا نفكر فيها كويس قوي. المرض مش هيموت حد، ربنا مش كاتب له انه يموت دلوقتي، تمام، اللي اجالهم ما جاش مش هيموتوا من كورونا، لكن هيتعاملوا ازاي هي دي اللعبه بقى كلها. النهاردة في رمضان ربنا كرمنا وبقينا بنحيي الصلاة في بيوتنا تاني، بقينا نشوف الأب بيصلي بزوجته وولاده، دي حاجة عظيمة ونعمة على فكرة. يمكن الأجيال الجديدة ما تفتكرش إزاي كان يبقى شكل العبادة في رمضان في البيت. أيوة، مش فقط في المسجد لكن كمان في البيوت. دكتور شريف، أنا بدأت الحلقة وأنا بعمل القهوة على صينية القهوة بتاعت جدتي زي زمان، وقلت إن مفيش حد بيشوف المشهد ده إلا ما بياخد نفس عميق وبيرجع لورا قوي وبيحن للأيام القديمة دي، وبيقول قد إيه كان في إحساس بالدفى والأسرة والبيوت العمرانة بالروحانيات. الحقيقة إحنا في زمن مش سريع، الحياة بتاعتنا بقت بتخلينا بنلتقط الأنفاس بصعوبة من كتر الجري طول اليوم. النهاردة بقينا قاعدين في البيوت وفي معنى خطير جدا بيقول لنا الأمان في البيت. أيوة، أهلك لا تهلك. طيب المعنى ده المفروض بقى نستثمره ونفهمه كويس قوي. رجوعنا لاسرنا وصله الرحم باسرنا، ما بقولش بعائلاتنا، باسرنا بس. احنا بقينا اغراب في البيوت للاسف الفترات اللي فاتت، والاول مره ننتبه ايه ده انت ليك زوجه، ده انت ليكي زوج، ده انت ليك ابناء، انت ليك اخ اخت. فقاعد معاهم مضطر انك تبدا تشوف هتدير حياتك ازاي معاهم، لان الفتره طولت. والاستمتاع بيهم، ما هو ده جزء من الحياة اللي احنا كنا مفتقدينه. يعني عندنا نعم كتير موجودة في حياتنا وولادنا والزوجة والزوج والبيت نفسه، جدران البيت، ويعني فيها نوع من الاستمتاع احنا فقدناه. كنا زمان بنتحجز في حاجات كتير ونقول معلش يا جماعة ما عندناش وقت، أصلا ما بلحقش أقعد في البيت، اصلي ما بلحقش اشوف اسرتي. أيوة، النهارده عندك الوقت وقاعد في البيت وبتشوفهم. ايوه، بقى في انشطه مشتركه كتير جدا رجعت على مستوى كل الاسر على فكره. ايوه ده حقيقي، لدرجه ان انا فوجئت ان هم بيقولوا لي دلوقتي ان في العاب بداوا بيلعبوها زي زمان كده. ايوه، بيقولوا لي اللعبه دي بتاعت الحظر طلعت بس واحنا قاعدين في البيت من ساعه ما كورونا بدات. انا لفت نظري ان الجو ده كانها استراحه احنا كنا محتاجينها في ظل الجري العنيف. كل حاجة دايما بيبقى ليها عبرة وليها هدف،
وأعتقد أن السر وراء هذا الفيروس وهذا الوباء هو أنه يرجع الإنسان يكون إنسان بمعنى الكلمة، وترجع تاني حياتنا للحياة الطبيعية والاجتماعية اللي المفروض تكون عليها. بشكر حضرتك يا دكتور شريف أبو فرحة، خبير العلاقات الاجتماعية. زي ما قلنا إن ده الجانب المضيء من كورونا، جانب كله خير، كله إعادة ترتيب أوراق من أول وجديد. أعتقد إن بعد الأزمة دي ما تعدي، كل واحد هيقابل الحياة بشكل مختلف. كل الناس بدون استثناء بتقول ولا يوم من الأيام اليوم الطبيعي اللي ما كانش عاجبنا. تخيلوا، بنحلم تاني بالشغل، بنحلم تاني بالشارع، بنحلم تاني بالأصحاب. ده في عبرة من موضوع كورونا ده فكرت فيه وانا قاعدة لوحدي، ان احنا دايما في حياتنا كنا بنشتكي، وبنشتكي بشكل قوي من الناس، وقد ايه هم وحشين، وقد ايه الناس بقت صعبة، وقد ايه البعد عن الناس غنيمة، واحنا الواحد ما يختلطش بحد. لما قعدنا في البيت وبقينا قاعدين لوحدنا ليل ونهار، حسينا بقيمة الناس. المثل اللي الجدة كانت بتقوله، جنة من غير ناس ما تداس، ده حقيقي. حسينا قد إيه يعني إيه الأصحاب، يعني إيه اللمة، يعني إيه الناس. يعني اللي إحنا كنا بنقوله وبنشتكي منه كان وهم إحنا معيشين نفسنا فيه، إن ما ينفعش نعيش لوحدنا، وما ينفعش نعيش من غير أصحاب، وإن المفروض إن الاختلافات اللي موجودة بيننا وبين بعض يكون عندنا الرقي والفكر المتحضر اللي يخلينا نتقبل اختلافات بعض عشان نعرف نتعايش مع بعض. أو كل واحد دلوقتي عمال يقول ولا يوم، ولا يوم من أيام اليوم العادي اللي كنت عايشه. في جانب مضيء من كورونا، الجانب ده أنا بعتبره جانب شفته بشكل قوي في الفترة الأخيرة، لما موائد الرحمن اتلغت، شفت تصارع وشفت تنافس بين الناس وبين بعضها عشان الخير. آلاف الشنط كانت بتتوزع وما زالت بتتوزع، في مساعدات غير عادية، في دعم للأسر غير عادي. المصريين اللي دايما بيبانوا في وقت الشدة ووقت الأزمة، حب الخير اللي كل واحد فينا عمال يتسابق مع التاني علشان يعمله. يعني في حاجات اتحرمنا منها لكن قدرنا ان احنا نحققها ونخليها تبقى موجودة بشكل تاني. المساجد، حولنا المساجد في بيوتنا، وبقينا نصلي، وبقينا نقرأ القرآن، وبقينا نتجمع مع أولادنا، وبقى في روحانيات جوه بيوتنا. موائد الرحمن والناس كلها بتتنافس مع بعضها عشان تساعد. انتوا لا تتخيلوا اللي بيتعامل ازاي، والمجهودات اللي بتتعامل ازاي. ايه الشعب ده؟ هو ده شعب مصر. رجعت لينا حياتنا، رجع لينا البهجة والمحبة والتكاتف وحب بعض اللي الدنيا كانت واخدانا وما كناش شايفين إلا بس الجانب الوحش. فيروس كورونا فتح عينينا على حاجات كتير، فتح عينينا على حاجة مهمة قوي، إن إحنا عشنا طول عمرنا صراع ورا المادة. الفيروس ده ادانا درس كبير، إن حتة فيروس قد كده قلب حياتك،
خلى الفلوس ملهاش قيمة، الغني والفقير بقوا زي بعض. كل حاجة ليها حكمة، كل حاجة ليها جانب مضيء. عايزين دايما نبص لنص الكوباية المليان، ما نبصش لنص الكوباية الفاضي. ربنا مدينا نعم كتير، مدينا حاجات حلوة كتير، بس احنا للأسف ما كناش شايفينها. قعدتنا لوحدنا جوه البيت وقعدت كل واحد مع نفسه، وأعتقد إن معظمنا قعد مع نفسه، قعد مع نفسه وقعد يرتب أوراقه تاني من أول وجديد، ويرتب أفكاره ويرتب حياته ويشوف نفسه هو فين، ويا ترى اللي عمله ده كان له قيمة ولا لأ، وعايز يكمل حياته إزاي. كانت لحظة أعتقد إن كلنا كنا محتاجينها، في وسط الصراعات، في وسط الجري، في وسط الحرب اللي كنا عايشينها حتى إحنا كبشر مع بعض. أعتقد إن كورونا غيرت فينا حاجات كتير، غيرت مفاهيمنا ومعتقداتنا، غيرت اتجاهاتنا، غيرت أحلامنا. قدرنا نفهم إحنا موجودين ليه وعايزين إيه وقيمتنا إيه. شفت في زمن كورونا والحكاية في كورونا قد إيه محبة الناس، قد إيه الشعب المصري جواه خير، قد إيه قادرين نحس ببعض. اتوجد جوانا تاني إن كل واحد فينا يحس بالتاني، بقينا بنشوف بعض. دي الجوانب المضيئة من كورونا، معرفش انتوا خدتوا بالكم منها ولا لأ. كورونا علمتنا حاجات كتير، علمتنا ازاي نحب الحياة، ازاي يبقى لينا قيمة في الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ازاي يبقى لينا رسالة، هدف، إن دايماً نحمد ربنا على النعم الكتيرة اللي ربنا مدهلنا. خلانا نستمتع يا جماعة بولادنا وببيتنا وبعيدها كتير. بجد بجد شفنا بيوتنا وجدرانها وكل حاجة فيها بشكل مختلف. كلنا كنا بنشتكي من الاكتئاب، وبنشتكي من الحزن، وبنشتكي من قلة السعادة. لما حصل الابتلاء ده حسينا ان احنا كل حاجة كانت موجودة حوالينا، لكن احنا للأسف ما كناش بنحاول نوصل لها. فهمنا معنى السعادة الحقيقي اللي كلنا بدون استثناء بندور عليه ومحدش عارف يوصل له. لقينا السعادة في العطاء، لقينا السعادة في مساعدة غيرنا، لقينا السعادة في إن إحنا إزاي نشوف الابتسامة على وجوه اللي حوالينا. كل حاجة شفناها بشكل مختلف وبعين مختلفة. قدرنا إن إحنا نعيش روحانيات رمضان، قدرنا نعملها جوه بيوتنا. حتى الزينة اللي بتتعلق في الشوارع عملناها عشان نحس بطعم رمضان. رمضان في كورونا السنة دي كان مختلف. أنا بقول ده رأيي أنا يعني شخصي، إن رمضان السنة دي عمل روحانيات وعمل حياة مش ما حصلتش طول السنين اللي فاتت. فكرة إن الأسرة ترجع تاني، تتواجد تاني مع بعضها وتقعد مع بعض وتتكلم وتتحاور، دي
بيوتنا يا جماعة كانت مهجورة، بيوتنا كانت شبه ضلمة. رمضان ووجود كورونا في رمضان رجع الحياة تاني جوه البيوت. بقى في أب قاعد مع ولاده بياخد ويدي معاهم، بيشوف مشاكلهم. بقى في ست وراجل بيتكلموا سوا، هيعملوا ايه وهيتصرفوا ازاي وهيكملوا ازاي. في جانب مضيء، الحكاية وحكاية كورونا ليها جانب مضيء، هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه. نركز على الأمل، على التفاؤل، على الحياة، على الحكاية في زمن كورونا. حتى التعليم كمان اختلف واتطور كمان. بقى التعليم دلوقتي أونلاين، وده عمل حاجة تانية، خلى حالة من المسؤولية تبقى موجودة عند الولاد. إزاي يقعد في وقت معين عشان مواعيد الدراسة أو ميعاد الامتحان أو البحث اللي هو بيعمله وهيسلمه. خلق روح جديدة عند الولاد، إزاي يعتمدوا على نفسهم، إزاي يبقى عندهم تحمل للمسؤولية، إزاي إن يحصل تطوير في أسلوب التعليم إن يكون أونلاين. دي من الحاجات الإيجابية اللي حصلت في كورونا، اللي حصلت في زمن كورونا. يعني اللي عايز أقوله إن في حاجات كتير اتغيرت في حياتنا، في حاجات نقلتنا النقلة تانية للأحسن، علمتنا وفهمتنا وديتنا دروس في الحياة. حتى الحاجات اللي دمها خفيف اللي بنشوفها دلوقتي، التيك توك والحاجات اللي الولاد بيعملوها مع أمهاتهم وأبهاتهم، كلها نوع من المشاركة. المشاركة اللي كانوا الولاد دايماً مش لاقيين الأب والأم، والأب والأم دايماً مش حاسين بالولاد. في روح، في روح، في روح بقت موجودة بينا، في روح اتجددت من أول وجديد. في حاجات بقينا دلوقتي بنعملها كنا نسيناها من زمان ونفهم المعنى بتاعها. صلة الأرحام، إزاي بنقدر عن طريق دلوقتي التليفون إن إحنا نتواصل مع الناس ونكلمهم ونسأل عليهم ونطمن عليهم. وزي ما قلت من شوية إن حسينا بقيمة الناس اللي موجودة حوالينا لما افتقدناهم وما بقوش موجودين، لأن إحنا مش عارفين إن إحنا نزور بعض زي زمان. الدنيا خدتنا أزيد من اللازم، ومحدش يقول لي أصل رتم الحياة سريع. لأ، إحنا اللي كنا في غيبوبة، إحنا اللي كان على عينينا غمامة، غمامة ما كناش عايزين نشيلها. كل حاجة كنا بنتحجج إن مفيش وقت، مفيش وقت، والراجل بيسيب الست وينزل يقعد على القهوة بالساعات وهو سايب بيته وولاده، لا يعرف ولاده بيعملوا ايه ولا بيسووا ايه. كل واحد فينا كان عايش في عالم، عالم مختلف، عالم لحاله ولا داري بغيره. رجعنا تاني فوقنا، فوقنا ان السعادة اللي احنا بندور عليها موجودة قدامنا، موجودة في المحبة اللي موجودة جوه الأسرة، موجودة جوه البيت، موجودة في القعدة، موجودة في الروحانيات. السعادة اللي احنا كل واحد فينا مفتقدها، واللي كتير مننا كان بيشتكي من الحزن ومن الاكتئاب ومن الألم،
قدامه وقدام ايديه وقدام عينيه، بس هو ما كانش شايفها. تعالوا نكمل التقرير ونكمل كلامنا. حملات خاصة بتشوفها في شوارعها وبيوتها ومساجدها وموائدها وناسها الطيبين. أيوة اتلغى موائد الرحمن، لكن المصريين من المصريين ضربوا أعظم الأمثال في التكافل الاجتماعي لشعب في ظل أزمة كورونا. اتوزع آلاف من شنط رمضان وتنافس بين المؤسسات الخيرية لمساعدة الفقير والمحتاج. أيوة اتقفلت المساجد، لكن بيوتنا نورت، نورت بصلاتنا وعبادتنا، رجعت الحياة تاني في بيوتنا من جديد بعد ما كانت شبه مهجورة. المصريين هم المصريين، بالرغم من احتياطات كورونا ما قدروش ما يعلقوش زينة رمضان، ما قدروش ما يفرحوش برمضان. وهي دي صفات المصريين، قدروا يحسوا بالفرحة في زمن كورونا برمضان. النهاردة في ساعة مع نيبال عايزين نقول إن ربنا الكريم وضع في بواطن المحن رحمات ومنح. النهاردة هنتكلم عن رحمات ربنا، رحمات ربنا علينا اللي كسبناها من الابتلاء. الحكاية في زمن كورونا والجانب المضيء من الوباء والابتلاء، زي ما كورونا رجعت تاني المساجد جوه بيوتنا، زي ما رجعت الرحمة في قلوبنا وإن احنا نحس ببعض ونشعر بالسعادة الحقيقية، زي ما رجعت الحياة لبيوتنا تاني من أول وجديد وبقى فيه كلام بين الراجل والست ومساعدات. الراجل دلوقتي بقى بيساعد الست، بقى في حوار بين الولاد وبين الأب والأم، بقى في قعدة ولمة ودفى. زي ما عملت كل ده عملت حاجة تانية أكبر من كده، خلتنا نهتم بنفسنا، خلتنا ناخد بالنا من موضوع التعقيم والنظافة والنظام، خلتنا نبص لقدام هنتعامل ازاي. كل ما يكون الابتلاء او الوباء اللي موجود عندنا فهم ووعي بيه، كل ما بنقدر نتعامل معاه وكل ما بنقدر ننتصر عليه. هي دي الحقيقة، هو ده اللي عمله فينا كورونا. عرفنا ازاي ان النظافة ونظافة الشارع والنظافة الشخصية وأسلوب التعقيم الصح وأسلوب الحياة المفروض نعيشه إزاي. حتى اتعلمنا من كورونا التغذية نفسها السليمة تكون إزاي عشان نقدر نحمي نفسنا، مش بس من كورونا، من أي فيروس أو أي وباء ممكن نتعرض ليه. كورونا يا جماعة له جوانب كتيرة، جوانب مضيئة. عايزين دايماً نركز على الحاجات الحلوة اللي تدينا أمل، تدينا تفاؤل إن إحنا نقدر نكمل. إحنا النهاردة أو أنا عن نفسي محبتش أبداً نتكلم عن ارتفاع عدد الإصابات ولا الوفيات ولا إيه اللي هيحصل بعد كده. حبيت إن أنا أتكلم على الجانب الإيجابي، الجانب اللي أنا شايفاه، اللي حاسة إنه نقل المجتمع المصري لمنطقة تانية، منطقة تانية كنا مغيبين عنها وما كناش شايفينها.
فكرة حب الخير. لما سألت نفسي مرة وأنا قاعدة طبعا في البيت وعمالة أعيد ترتيب أورائي تاني من أول وجديد وأفكر تاني من أول وجديد في اللي بيحصل لنا، حسيت إن السعادة اللي إحنا دايما عمالين نجري وعمالين ندور عليها هي موجودة قدامنا، لكن إحنا ما كناش أبدا شايفينها. كانت موجودة لكن معرفش ليه كان في غمامة والدنيا كانت واخدانا، غمامة على عينينا. السعادة عشان تقدر توصل لنا وتبقى جوه قلوبنا دايما في ان احنا نحس بغيرنا ونحس بمشاكل غيرنا، هو ده اللي عملته كورونا، خلتنا نحس ببعض ونحس بوجع بعض ونساعد بعض على قد ما نقدر، وده خلق نوع من السعادة جوه قلوبنا. عايزة أقول يا جماعة إن مفيش حد اتكلمت معاه في الفترة دي إلا ما كلهم الكلمة واحدة اللي بيقولوها، إن في نعم كتير في حياتنا ما كناش شايفينها ولا مقدرينها ولا حاسينها. أعتقد إن كورونا هتكون سبب في تغيير كتير مننا، في تغيير عقولنا وتفكيرنا وحياتنا. في ختام الحكاية في زمن كورونا في ساعة مع نيبال، عايزة أقول إني في فرصة دايما بتيجي للإنسان، الفرصة دي بتعدي من قدام عينينا وبتبقى مرة واحدة، لإما ناخدها ونتشعلق فيها لإما تروح من إيدينا. والفرصة دلوقتي موجودة، الفرصة إن إحنا نغير تفكيرنا ونغير حياتنا ونشوف الدنيا بشكل تاني، بأمل، بحب، بتفاؤل، نحمد ربنا على كل حاجة هو بنتهنى، نحس بالنعم الكتير اللي موجودة واللي احنا كنا عايشين فيها لكن دايما كنا بنشتكي منها. محدش فينا كان راضي، محدش فينا كان عاجبه حاله. أظن إن الفرصة قدامنا، الفرصة إن إحنا نعيد حساباتنا تاني من أول وجديد، الفرصة نرتب أوراقنا تاني من أول وجديد، نحب الحياة، حبوا الحياة عشان إحنا عرفنا قيمتها، نقبل بعض زي ما إحنا، نقبل اختلافنا، مش هنقدر نعيش لوحدنا. أعتقد بعد أزمة كورونا وبعد كورونا الناس هتختلف. حبوا الحياة، دعوة للحياة، الفرصة لسه قدامنا. بصوا للجانب المضيء من كورونا، كل واحد فينا يقدر يبدأ من جديد، يبدأ بعقل مترتب وأوراق مترتبة ونظرة مختلفة للحياة. زي ما دايماً بقول، لسه الفرصة قدامنا، دعوة للحياة في ساعة مع نيبال. We'll be right back.
رمضان عالصحة شكل تاني جاي لنا بالفرح والأماني. أهلا رمضان يا رب تبلغنا وصاله ونشوف النور لما هلاله يظهر ويبان. أهلا رمضان أهلا رمضان. رمضان في العام أحلى شهوره يجمعنا فطاره وسحوره والجامع بينور نوره أشكال والوان.